الاستثمار الشامل وإعادة تأهيل المفحمة. الجديد فيه اليوم رسالة ممضية من طرف المدير العام لأرسلور ميتال النبا. هذه الرسالة موجهة لوزير الصناعة وتطوير الاستثمار. رسالة محتوى رسالة هو يتم يخص البرنامج تاع الاستثمار الشامل. المديرية العامة تلتزم باش تقدم برنامج شامل فيما يخص الاستثمارات في الجزائر. طيب هل من تجاوب سيد اسماعيل حتى الان؟ هل وجدتم اي تجاوب؟ هل اتصل معكم احد؟ هل تناقش معكم احد من الجانب الرسمي؟ الجانب الرسمي انا مناضل في الاتحاد العام للعمال الجزائريين. الجانب الرسمي رانا باتصال مع الامين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، راهو يتبع في كل لحظه في الملف نتاع الاستثمار. الجهات الرسميه يعني على مستوى محلي الوالي تاع النبا ولا على المديريه العامه، يعني من ناحيه الوظائف الوصيه ما كان حتى اتصال فيه. طيب الى متى سوف باعتقادك ستستمرون في هذه الاضرابات؟ الاضراب يبقى مستمر. احنا راهو مركب الحجار بني في السبعينات وقت الراحل الهواري بوبيدي الله يرحمه، مركب انتجري في كل ورشات نتاع تحويل وتاع صناعه الفولاذ. من عقد الشراكه من سنه 2001 حتى اليوم هذا راهو كاين تنازل تدريجي على تنشيط هذا المركب. وحنا راهو اداه الانتاج نتاعنا، راهو مصدر الخبزه تاعنا، يعني بالسمح لي نهضرها بالجوريه، نوتر اوتي دو برودكسيون في نوتر دام ميتان. راهو ميدال نبيل شريف يخدموا في الترميم تاع المركب في الحجار. طيب سيد اسماعيل، انت قلت انه اضراب مفتوح، برايك كيف سينعكس ذلك على المجمع؟ المجمع احنا في محيط عولمه، اذا كان هذا المجمع عنده برنامج ومخطط على المدى البعيد باش يستثمر في الجزائر مرحبا، خاطرش في الجزائر كاين دراسات حكوميه، دراسات تقول اللي في الجزائر من سنه 2010 حتى لسنة 2020 الجزائر محتاجة 11 مليون نتاع طن تاع أصيل. والمركب تاع الحجر ينتج ما يقارب 1.2 مليون طن في السنة. نخمو احنا الجزائر عندنا مركب، عندنا إمكانيات، عندنا يد عاملة في المستوى، عندنا مكسب تكنولوجي نطوروا هذا المركب تاع الحجر. ولكننا نشوفوا اللي هذا النسيج الاقتصادي المركبات الكبرى مثل الحجار نفسي سي ام بي راه كاين تنازل فيما يخص الاستثمار. الجزائر عندها مصانع كبرى، حان الاوان، وعشنا كذلك مرحله صعيبه في الازمه الحاده الدوليه. خدمنا كمركب في الانتاج تاعنا، خدمنا 5 شهور بالخساره، يعني حتى فيما يخص ميكانيزمات لحمايه المنتوج الوطني. هذا الدور نتاع الحكومه تاعنا. انا نقدم كاقتراح البلدان الليبراليه في وقت الازمه دارت ميكانيزمات باش تحمي المنتوج الوطني تاعها، ولكن احنا في الظرف اللي عشناه تاع الازمه الاقتصاديه الحاده ما كاين حتى طيب. يعني ما كاين حتى تفضل. طب برايك سيد اسماعيل، المشكله تقع كما قال البعض من جانب المستثمر انها لها علاقه بالبيئه وسيتم جلب الفحم من اوروبا الشرقيه، ام ان هناك بالفعل مشاكل ماليه يعاني منها المستثمر لديكم؟ هذا راهو غطاء باش يغمطوا الراي العام. التكنولوجيا تطور من سنه لسنه، كان مفحمات يعني كوكري كما نقولوا مع التكنولوجيا فيه الات باش تحسن البيئه. هذه قضيه ميزانيه، اذا كان غدوه دير مشروع في المستوى اللي عاد ترميم المفحمه تحط الميكانيزمات الالات تاع التحسين تاع البيئه، كان التكنولوجيا موجوده تخلص تجيب التكنولوجيا. اما فيما يخص هو البيت القصير، هو المجمع ارسلور ميتال ما يقارب 6 سنوات نتاع السوق نتاع الكوك نتاع الفحم في العالم، والاسعار في السوق راهي انخفضت. نعم. حد يسال المركب نتاع الحجار يسوق له هذا المنتوج، وحنا عندنا مفحمه باش تحول لو شاربون اون كوك. نعم. نستغناو على المفحمه تاعنا ونوليو ندخلوا في التبعيه. شكرا جزيلا لك السيد اسماعيل قوادرية الامين العام لنقابه عمال مؤسسه ارسلور ميتال.
دعا بنك التنمية الآسيوي دول آسيا لتوخي الحذر في تحديد التوقيت المناسب لبدء سحب حزم التحفيز.